هوتيل تلاح وهوتيل عصب أو كم من نقاط هي هوتيل ذا عصري كيكون على ذلك جارهان مجلة مقدسة عاصمة ذلك الصومالية مناسبة حرق اللوجو جري هوتيل كان إسلامر كان عكس وقيب جلين سياسيين مسؤولين أضيال دل يروي سوق جرا رجية دمر أي لجو قبتي حرون هوتيل كان ضدك كهالله حفلة دن أي أوهم بليه كان عصت ذا جو عصتي إن أي قيب كان نقطان ما القشياش ذلك إسلامر كان فري هوتيل كان تلاح او هوتيل عصري او معاميش واي كهلي دوران ادهيقه ده كلادوان اي هوتيل ده واي بحيان بان كسوقه بقلياشا هل كفردية هوتيل كا تلاح حفلت ده قيمها ايقايها له او اي اردقين امد صوماليات اي كنول دافها كلادوان اي عالم كا هوتيل كان عصب ان اي مرقاتي كان نغدان اينا اوغادان محاوكور هذا هوتيل ده مقدشو إنو كسو بيري وحان ربنا إنا نوها بالي إنو آني راحنو نبان تينا نوكو عد كسو مالي كو حالا إنو إنتا هل كينا فاني ده آني راحنو كسو نوادا هوتيل كتلاح إنتا اسكبعدي وغنعسي غنعسي غنا إلهي سبحانه وتعالى يا بركي بركة وحان لين نهاي ولا له الهوتيل كان فرتي إلهي هاي إني بركيو الله إني بركيو بيد لغوغو ليستو قناع سيكي سنة إلهي يحكرنك سبحانه وتعالى اللي بأن هذا إرهال لهذا إمامك لما أنت إنت هل كان فالي ذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هم بليو أيانو لأن هاي قناع ستادة الصوماليات عاو هل كان نقوم ارتقاضي قناع سيكا كرلية عمر غاتي كي هاي دولة النمذة هي أمنية ومدى الصوماليات ومدى أن أدبعين وحكسته ودبعه وهيسته أما هاتو دباتو هوسي أما هاتو دباتو كوري ومدشعين شعيده وهي مرغاتي كتاهي مداني ومدى الصوماليات همي قايلات هاي هي اسكو كالصوني ديدا هوتيل كان عادي عاد بنسو لوينينا عن بشر الصوماليات ولا مركز تكونوا ليهن وانا نكمل نهاي مركا بارك الله فيكم بالله نهاي وبتبعتوا عبد واحد شريف وقنا عصري سلام مركا انا كمل دام بالكلياش هوتيل كان ايا ام ادعلي مرتدى كسو قيب قشي دافور كهوتيل كان وكو يالا دقمة تلاي حقوب الكبنادر حدان ايرا هذو هبل ايه هبل اسم ايه سياسي نوع دونوها هذو ايه وحقرد ايه لليرو ايه هوين waa ugu badanaysa laakiin bariyahan dambe halku dhiga la adeegsado wuxuu yahay qof walba masamkiisa iyo magaciisa waan ku salaamaynaa asagana maxaan ku raadaa ku soo dhaweynaynaa runtii waxaan idin ka mahadcelinaynaa inaad na soo siiseen waqtigiina qaaliga ah fursadaan aad na soo siiseen runtii farxad weyn bay noo tahay aad iyo aad baan idin kaga mahadcelinaynaa waxaan rabaa hoteelka aan talaax oo ku soo biiray hoteelada caasimada Soomaaliya caawa taariikhdu tahay 1-9-2020 runtii dhismihiisa iyo diyaar garowgiisu waxay soo socdeen muddo 6 bilood ah waxaan runtii ayagana u mahadcelinaynaa cid kasta oo nagala qayb qaadatay diyaar garowgii iyo inuu caawa meeshan soo gaaro ganacsade maxamed yuusuf jaamac andashel ayaa faafayn kooban ka bixiyay adeegada uu hoteelkan u hayo bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho wuxuu yiri odaygii siyaasiga ah wuxuu yiri maxay ahay hadii bixi leeyahay lacaguna waa hee waa culis miyuu yiri waa qaadasho codkuna waa aniga maxay ahay hadii la ku sameeyo wixii lacagaan halkan aad keenaysaan annagana wax service u qalma hadii aan ku sameeyo gol yahay waxa siyaatan baad naga sugeysaan garaad jaamac garaad cali oo ka mid ah martidii lagu casuumay furitaanka hoteelkan ayaa hadal qiimo leh ka soo jeediyay isla markaana xariga ka jiray furitaanka hoteelkan tale ee ku yaala magaalada Muqdisho wajalla nabadgelyadan iyo quruxdan iyo wanaagan ee inagu kulmiyay ku noqon maayo waa la yiri dhowr sano ka hor sida magaaladeenan ee qaranka Soomaaliyeed ee caasimadda waa sida uu ekayd
iyo caawa siday u egtahay aad bay u kala duwan tahay الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا الله ينوسي هاجاجيو دادكم مدحو كنوليه مدحو هدي ينو هاجاجو انت كلنا وينو هاجاجيسا ان شاء الله تعالى طلبات انا عاوة تاريخ بي بايتا هاي وهابين كوكو الرئيسي الله يقول ان هوتيل فرو ان شاء وحا وغلظ يضو ضياشا كالا يدد كان كالا عيش ايو نبهم بان لو يرشري والهوتيل كان فرو وماشا كعشاي waa baawo waa baiko oo iyana waa walaaq uu soo kordhay in xaaladii Soomaaliya isbedelayso yaa laga garanaya ee magacan la qaatay waa magac weyn taleex qaranka Soomaaliyeed ku weyn magaaladan ku weyn oo sida la sheegay hoteelada ugu waaweyn magaalada ee uu kamid ahaa hotel taleex ee aniga si gaar ah ii taabanaysa iyo rugti aabahay buu ahaa علي جراجامع ما جراد علي جراجامع عد والله سيدو تقانه وعنا هي ولي وراقه أي كو قرنت هي فديجيس تلح فديجو حتى وراقها بوس الله صورده وحلو جسوا قري شري فديجيس تلح ما دام بوس أوفيس بمشرين برمانيا الصومالية المركا وإن شاء الله تعالى الله بركيو الله بركيو هوتيلك الله بلاريو الله وناجيو عدي سيحتنا الله كبركيو انت عدي وحك عنتنا الله كبركيو لغالها اللقليي الله طبان لابا طبان لابا طبان لابا ايه انك بضن با الهي وحان كبرينا قنع ستادن انو كقوليو او دقاله ده ايه النبت قليو ده ده ايه انت بوقو الاليو دادال كنيسة ميين او كاميرا داليو ان شاء الله تعالى هوتيل كان هوتيل كي جرى الله كدقو هوتيل كي وينا ده الله كدقو هوتيل كاتاليح و هوتيل قرال جيف دبليا سنجلا و هاولي هاي مقاحي اي معاميشو اي كهلي دونان عنوين كالدوان يدو اي حسيد مدنت هاي ان سيدو كالاولي هاي غوبا غارا و اي داتو فري سانكريان اما اي كوشي كاي سانكران احمد حسن ابراهيم كالسن مقدشو